بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشوف الميزة الجديدة اللي ب 2016، اللي هي بدال البلند شيب سموها شيب اديتر، اتوقع ويندو انيميشن شيب اديتر. اوكي، خلنا نمشي خطوة خطوة. نلاحظ ان خلينا نجيب شخصية افضل. بوت انا هذه اخذتها من الادفانس سكيلتون بس علشان نسوي عليها التست. اوكي، نسوي سيلكت على الوجه ونقول له هني create blend shape. هذا وضعية ال انه فاتح عيون. الحين خلنا ناخذه كشغلة، نقول له create او add target، راح يصير بالشكل هذا. نلاحظ ان طلعت عندنا هني خلنا نسمي هذا وايد اي، يعني فاتح عيونه، خليه كذي. نقول له اد تارجت، خلينا نسوي يسكر العين، نقول له كلوز اي مثلا. نين لاحظ انه في اديت كذي، نكون احنا إذا ضغطنا edit راح يصير إن نقدر نعدل. خلينا نسوي تسكيرة العين، ناخذ ال edge. تلاحظ إن عندي symmetric، دبل كليك على ال edge، تصغير تكبير. إذا سوينا كذي نلاحظ إنه قاعد يسوي بالعين الثانية. إحنا ما نبي العين الثانية، نبي نسوي عين 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 لسبب. الحين يعني مرات انت تحتاج تحرك بس عين واحدة بدال العينتين. نسوي اندو، نسكر السيمتريك هني، سيمتري سيتنج محطوط على الاكس، نقول له اوف. الحين ناخذ عين واحدة. والحلو الجديد بالمايا 2016 انك البلند شيب تقدر تسوي ميرور بكل سهولة. يعني لا تحاتي، سكر الطريقة هذه. ممكن ننزل احنا، طلع شوي برا هني بس عشان نسوي ال شيب صح. يعني شوية لازم يعني تعطي وقت للبلند شيب، لأن البلند شيب مهم جدا. يعني خلينا نقول بالطريقة هذه مبدئيا. احنا سوينا الحين، نلاحظ لازم على الإديت سوينا العين. الحين علشان نسوي العين الثانية خلينا نسكر الإديت، نبي العين الثانية. الحلو بالبلند شيب الجديد تقدر تضغط رايت كليك وتقول له أول شيء دوبليكيت. خلينا قبل الدوبليكيت نقول له فليب. شوف الفليب شنو سوى لنا، سوى لنا العين الثانية، سوى فليب حق العين الثانية. رايت كليك، رايت كليك فليب، لاحظ انه قاعد يسوي العين الثانية. اوكي، اللي تحت الفليب ميرور، ميرور
نلاحظ انه سواهم اثنينهم نفس الطريقة. وين قبل تقدر تسوي كذي بالبلند شيب القديم؟ مو موجود. هذه وايد ميزة حلوة وتسرع الشغل. خلينا نقول اندو، خلينا على عين هذه، نرجع شوية بعد، ايوه هذه عيننا، خلينا close eye نسميها right او left underscore left eye close. نعمل duplicate، duplicate target. هذا الحين نفس العين، هني الحين نضغط رايت كليك نقول له فليب، سوى لنا هذه العين وهذه العين. خلينا الحين نسميهم الليفت، نسميه رايت، صار عندنا العينتين. نقدر شيفت على الاثنين، رايت كليك جروب. الجروب طبعا يقدر يتحكم بالاثنين بنفس الوقت. لاحظ انه صار عندنا كنترول حق العينتين. اذا نبي هني مثلا نقول لا، خلي هذه تحكم اكثر فيها، او هذه، يعني هذا بلند بين الاثنين. بس نلاحظ انه من الداخل نقدر نعدل مثل ما نبي. هذا طبعا يعطيك حرية كبيرة بالبلند شيب. هذا بالنسبة للعين. خلينا نسوي بعد، خلينا نحطه على ديفولت مود، هو أفضل طبعا كذي وايد فاتح عينه. نحط ديفولت مود، هذا الوايد آي، خلينا نروح عليها نقول له edit. نقدر ناخذ the sculpt هني sculpting، نضغط control، لا نضغط هني أول شيء على الجرابر، ونقدر نقول له نحطه على فيو بورت أفضل، شيفت ورايت كليك يطلع لنا كل أدوات السكالبينج. شيفت ورايت كليك، ناخذ الجرابر. طبعا الحين مو مبين واير فريم، مرات تحتاج الواير فريم تشوفه هني تحت واير فريم ديسبلاي، نضغطه. نقدر نغير لونه طبعا حسب ما تبون، الأوبسيتي ماله بس أفضل نخليه رصاصي. الحين نقدر بالجرابر نسوي الطريقة هذه. نلاحظ انه فتح عينه، نسوي اندو بس اللي فوق نبي الطريقة هذه. الحين نقول له add target جديد، نسوي بس اللي تحت، الطريقة هذه. لاحظنا سوالنا اللي تحت، هنزيده شوي يمكن. الطريقة هذه نقدر بالميدل ماوس نصعده فوق عشان يصير يم، هذا أب وهذا داون، بالطريقة هذه. الحين هذا نبيله دوبليكيت، رايت كليك
نقول له دوبليكيت، ونخليه نقول له على كليب سوّلنا إياه حق العين الثانية. نلاحظ أنه كذي الاثنين مع بعض، نلاحظ أن الاثنين صاروا أوكي. اللي فوق نفس الطريقة، هذه الوايد نضغط رايت كليك دوبليكيت، رايت كليك فليب، سوى لنا العين الثانية. نلاحظ ان العينتين صاروا يفتحون لفوق. هذه بالنسبة للعين. طبعا اذا نبي نسوي له ابتسامة نقول له اد تارجت، يعطينا اياه اديت. لازم اذا بتعدل لازم تضغط هذه الاديت، اتي هني تقول له جرابر، ابي اسحب هذا اللي فوق، خلي يشوف شلون، نشوف شلون التحكم القوي بالريشة مالت السكالبينج. هذا هني اذا ضحك، يعني اذا صعد لهني تقريبا يطلع لبرا، نقول مو بنش، لا نقول له سكالب. بنطلع هذا شوي برا لان هذا صعد لفوق، فهني شوي يطلع لي برا. يعني هذا يبي له احد يعرف بالعضلات الوجه. الحين نشوف شلون صار معانا، صار الطريقة هذه. نفس الطريقة رايت كليك دوبليكيت تارجت، ونقول له فليب. لاحظ انه سوالنا الاثنين مع بعض بالطريقة هذه وبكل سهولة وبكل سرعة. هني مثلا نبي نعدل على هذا، نبي رايت كليك مع شيفت، نقول له جرابر، صعد هذا شوية بس عشان يبين فيه شوية ديناميكية، شوية لا يبين كأنه آلي. ممكن نعلي هني شوية بعد، يعني نشوف نلاحظ انه صار في روح بالابتسامة. نفس الشيء هني شوية، هذا يمكن شوي، يعني بالطريقة هذه. نلاحظ هني غير عن هذه، هذه شوية فيها أكثر. نقدر نلغي هذا، نقول له رايت كليك ديليت، وهذا نفس الطريقة نسوي له دوبليكيت ونقول له فليب تارجت. صار عندنا الجهة الثانية نفس جهة اليسار نفس جهة اليمين. هذا نقدر نقول له على الإديت، نقدر نرفع شوية كذي بعد، نلاحظ انه صار شوي احسن. اذا اخذنا الاثنين مع بعض نلاحظ انه صارت عندنا الابتسامة الحلوة. فهذه هي طريقة البلنت شيب، وهكذا يعني تقدر تستمر تسوي يعني اللي تبي. بالنسبة
عين، هذا فوق، هذا فوق، هذا تحت، هذا تحت. الحين بوريكم طريقة، طبعا وايد شغلات تقدر تسوي، يعني مو بس كذي. يعني خلينا بعد نزيد تارجت جديد، مو شرط تأشر على هذا، تقدر تقول له اد على الاديت. خلينا ناخذ سكالبينج، شيفت ورايت كليك، جراب، يعني هذه شوية نلاحظ انه الطريقة هذه. أنا مرة استغليت هالشي هذا بأنه قاعد ياكل، واحد كأنه قاعد ياكل. أوكي، نسوي له دوبليكيت، رايت كليك، دوبليكيت، وني هني نقول له على الثانية نقول له فليب تارجت، فراح يصير عندنا الاثنين سيمتريك صح. أو هذه لحالها. نفس الشيء إذا بغينا نسوي للحاجب نقول له add target، add target، ناخذ الجرابر، رايت كليك جرابر، نقدر ننزل كذي. نقدر نصغر الريشة شوية عشان يمشي معانا مثل ما نبي. يعني تحكم أكثر بالفيرتكس، لازم البلنت شيب تعطيه وقته، لأن بالفعل البلنت شيب يعني يعطيك شغل جدا حلو. مثلا معصب كذي، الطريقة هذه نلاحظ انه سوالنا اياه. نفس الشيء نقول له دوبليكيت، دوبليكيت، الدوبليكيت، نقول له فليب. لاحظ انه صار عندنا الحاجبين كذي مع بعض، وممكن واحد واحد. هذه طريقة البلنت شيب. ممكن نضيف بعد شغلة جديدة اللي هي خلينا نتحكم. الحلو فيه يعني انك انت خلال الشغل شفت والله ان الحاجب شوية ما قاعد ينزل عدل، تقدر تروح عليه وتسوي له ايديت، مثلا هذا قول له ايديت وتعدل عليه وانت بالشغل، يعني وانت قاعد تشتغل. فهذا هذه ميزة وايد حلوة. الحين بسوي بس الكنترول، نقول له رايت كرييت نيرز سيركل،
يعني بس على السريع هذه طبعا بدون تركيز بدون شيء نقدر، عشان بس نسوي حركة العين. في ست دريفن كي سوي لنا الطريقة هذه، حركة العين، هذه العين وهذه العين بالطريقة هذه عشان الانيميشن. نروح على انيميشن، وينها بالكي، بالكي ست دريفن كي، نقول له ست. الحين عندنا هذه تتحرك اكس عشان حركة العين، وواي فوق وتحت. الباجين ما نبيهم، نبي الاكس والواي. نضغط كذي على هذيله، رايت كليك، نقول له لوك، قفلهم لنا. الحين تحرك من النص راح يروح بس اكس وواي. نأشر على الكنترول، بما ان الكنترول هو المتحكم فنقول له لود درايفر، درايفر وهو اللي قاعد يتحكم. طلع عندنا بس الاكس والواي. البلند شيب نبي نحطه هني. طبعا تسميات ضرورية، حاول تتعلم على التسميات اول باول، لان الحين راح نحطهم هني شوي راح يضيعنا. فنقول له edit and create shape، وين select، في مكان نسوي select، نسوي select لل طبعا في options كثيرة حلوة. رايت كليك، سيلكت، سيلكت على البلند شيب هذا، لانه ممكن تسمي اي بلند شيب ثاني تقدر تسوي. فاحنا نسوي له سيلكت البلند شيب هذا، نقول له لود دريفن اللي هو راح يتحكم به. زين، هذي اللي هم طلعوا لنا. الحين نبي الوايد، هذه الواي يخالف شوي ادفانس بس، ولكن يعني هذه راح تتحرك بالواي. اوكي، هذه تتحرك بالواي، نبي هذه مع هذه وهذه كوبي، دبليو كوبي، دبليو اي كوبي، ومع الايز اللي تحت اللي هما فيس 1 وفيس كوبي. نعطيه كي. الحين اذا صعدنا لفوق بالطريقة هذه، نصعد هذا لفوق وهذا لفوق، هذا لا خليهم تحت. نعطيه كي، هذا ننزل لتحت، ننزل هذيل اللي تحت، نعطيه كي. الحين صار عندنا طبعا بالطريقة هذه، يعني مو هذه الطريقة الصحيحة، إنما حط هذيل الأصفار، إنما هذه الطريقة البيسك المبدئية لها. نقدر الحين نقول حق العين هذه constrain مع الكنترول، constrain aim constrain، بس بالاوبشن بوكس يقول له maintain offset، خليك بمكانك. يعني الحين نفس الطريقة نأشر على هذه والعين، نقول له apply close. الحين اذا حركنا العين نلاحظ انه حتى الجفن قاعد يتحرك معاه. طبعا هاي طريقة سريعة، انما ممكن تصير سموث اكثر. يعني شوف العين بس تحرك، قاعد يتحرك الحاجب ال ال ال
الجفن، الجفن قاعد يتحرك مع العين. هذه هي طريقة البلنت شيب، وطريقة التحريك، والكنترول نفس الطريقة. طبعا الكنترول تقدر تعطيه ليميت، يعني أنا مسوي كنترول خاص فيني، تقدر تسوي كنترول خاص فيك يعني. وهالأمور تقدر تأخذ الكنترول مال نفس ال الادفانس سكيلتون. يعني الحين هني اذا قلنا له افتح لنا الادفانس سكيلتون، اوكي ديمو، هنقول له ابنتونا اوبن دونت سيف. نلاحظ ان هذا الكنترول